عاوزه افتح هنا. ممكن نشيل الحيطه دي. وبعدين عايزه بار هنا مكان المكتب. عن اذنك يا روحي، احنا مش محتاجين مكتب دلوقتي. المهم الريسبشن يكون واسع، ها؟ وبعدين بقى مش هوصيك على الالوان، انت عارف ذوقي. الستاير. انت مش قلت ان محمود بيصحى هنا كل ليله؟ كل ليله. بس النهارده بقى غياب مش ذنب. هو يعني هيروح فين؟ ما كانش النهارده يبقى بكره. وكله في الهداوه. ايه مش هتنام؟ لا لازم اكتب. ما تعبتش؟ انا بقالي شهور ما وديتش الشغل للمجله ولازم احاول. يعني جرى ايه؟ هو انت محتاج ولا خلاص زهقت مني؟ المسألة مش كده يا إيمان. المسألة أنا مش قادر أكتب. مش عارف إيه اللي جرالي من يوم. قول. قولها. قصدك من يوم ما اتجوزتني؟ أنا ما أقصدش. جايز انشغلت. قبل كده كان كل تفكيري وحياتي للكتابة والشغل. شغلك ده ما يفتحش بيتي يا أستاذ. وإحنا مش محتاجين. أنا آسفة يا محمود. ما قصدتش أحرجك. أنا عندي فكرة. ما تيجي نسافر أسبوع أجازة نروح أي حتة. نروح بيروت. أرتاح أنا من شغلي وأنت تجدد نفسك وتقدر تكتب كويس. إيه رأيك؟ الهانم عندها مشروعات بالنسبة للكازينو، وطبعا انت هتكون شريك ومدير. انا جاهز يا فندم. الهانم امرتني اني ابلغك وبس. بقى بعد العشرة دي كلها يا كاظم. لكن معلش، هو اللي خلق البجعة الزرقاء ما خلقش الحمراء والخضراء؟ طيب انا هوريك. عجبتك؟ قد كده كاظم بيه أميرة هانم مبسوطة منك، وعلشان كده بعتني بالعقد ومعاه الشيك. لا يمنع شيك، أنا أحب شيك. شيك بمئة ألف جنيه. أفتكر إنك طلبت ستين ألف بس غير مصري، إنما هي بقى رفعت المبلغ لمئة ألف. يا سلام، ست عظيمة، ست بتاعت اصول. وانا اموت في الاصول. لا يمدع الشيك. مش تمضي العقد الاول؟ لا، نمضي واختم وابصم واترخ كمان. وقبض الشيك؟ الامضاء مش معروفه. انت عمرك ما وقعتي الا على عقد واحد بس، هو ده اللي تعملي له حساب. فاكره؟ ادهم ادهم. مش قصدي، عاوز اقول إن العقد اللي نسي يبص فيه المغفل بينص على قبض المبلغ كاش عدا ونقدا وبتاريخ سابق على تاريخ الشيك وبمبلغ 60,000 بس، وإحنا كمان ملناش فلوس في البنوك. يبقى الشيك مش بتاعك. أنا يا أخويا ما عنديش دفتر شيكات. ها ها، يبقى تزوير. تعجبيني يا روحي. رحت بلاش يا كاظم بيه، رحت بلاش. انت خلاص ما بتحبنيش. لو مش بحبك ما كنت
بشوفه دلوقتي بسببك. لو بتحبني كنت تضحي. احنا مش محتاجين لشغلتك دي، بشغلي انا ممكن نعيش احسن عيشه. عايز انا ابقى عاطل؟ انا بحب شغلي اكتر مني. مش اكتر من شغلي. انا حاسس اني خلاص ضعت. انت الناس بتحسدك على ايه؟ انا بنحدر. انا حاسس اني بتدهور. مش قادر اكتب، مش قادر انتج. لو كتبت حرف ابقى بجاملك او بجامل اصحابك. مش قادر استحمل، مش قادر استحمل. ببساطه شديده بقت جوز الهانم المشهوره. ما عادش ليا كيان، ما عادش ليا بيت. محمود كل يوم بتحسسيني ان انا هنا ضيف، وان كل ركن في البيت ده مش بتاعي، مش ملكي. حتى انا نفسي ما بقتش انا. محمود ما فكرتيش سيادتك في الزواج؟ حاليا لا. ايه مواصفات الانسان السعيد الحظ اللي ممكن تختاريه كزوج؟ حاجات كتير. انا رايي، اسمحي لي بعد اذنك احط اجابه على لسانك. انا يعني قصدي بدل ما اضيع وقتك كان عندي فكره، ده اذا وافقت طبعا، اني زي ما بحط الاسئله اجاوب عليها وبعدين اقراها لسيادتك. انا في ذهني اظهرك للناس انسانه عظيمه مثقفة، لفيت العالم وقابلت شخصيات مهمة كتير. ما عنديش مانع. أنا عندي أفكار كتير، وأنا متأكد إنك هتكوني راضية. أنا مش راضية بس، أنا سعيدة كمان. ده منتهى أملي يا هانم. عندك تليفون؟ عندي يا فندم، عندي، عندي. يمكن أحب أكلمك ولا؟ لا أبداً، أبداً. بكل سرور. الكارت اهو. ولا تحب انا اتصل بسيادتك؟ يا ريت. وكمان عشان اقرا الحديث لسيادتك. امتى؟ والله انا هحاول اخلص الحديث عشان ينزل العدد الجاي، واحب افوت عليكي عشان اقراه. خايفه اتعبك؟ لا ابدا ابدا. على فين؟ استاذن انا بقى، استاذن. لسه بدري، خليك شويه. ايه يا حبيبي كنت فين؟ انا كنت هتجنن من القلق. يعني اكون فين؟ في المجلة طبعا. مالك يا محمود؟ انت اليومين دول مش عاجبني. اليومين دول بس؟ ايه رأيك لو فكرنا تاني في موضوع سفر بيروت؟ ولا اقولك ما تيجي نسافر اوروبا احسن، نجيب مرسيدس من المانيا ونلف بيها اوروبا شهر وبعدين نرجع. انا ما اقدرش اسافر دلوقتي. ولا انت عايزة تخلصي مني؟ محمود انت فاهمني غلط. فعلا انا اصلي بطيء الفهم. محمود معلش انا عايز اقعد لوحدي شويه عن اذنك. محمود انا حامل. طيب استنى بس يا مجنون. مش قادر. استنى بس لما تسمعني الاول. استني انت. أنا ناوية أنتج فيلم. وأنت عارف قد إيه بتعجبني أفكارك. إيه رأيك لو تخرج لي أنت الفيلم؟ أنا عايزة حاجة جديدة. جديدة. ما اتعملتش قبل كده. كفاية، كفاية. استنى بس. مش قادر. استنى بس. مش تقولي على رأيك الأول. أنت أعظم وأروع وأجمل إنسانة قابلتها في حياتي. استنى بس انا تعبانه. استني انت. خلينا لبكره، وكمان عشان امضي معاك عقد الفيلم الجديد. حمضي على بياض. المبلغ اللي تطلبه. انا عايزه حاجه جديده، جديده. البس البنطلون. ايه؟ البنطلون هو اهو. الو، اديني حسن بيه رئيس تحرير.
الو حسن بيه، انا اميره. الموضوع اللي نزل كذب من اول كلمه لاخر كلمه، واللي كتب الكلام ده انسان كذاب. وكلمه اخيره، لازم المجله تكذب نفسها والا هضطر ارفع قضيه. ليه عملت كده؟ انت دمرتي مستقبلي. انا غلطت في حاجه؟ انا فصلت من المجله. انت فبركت حديد، والكلام اللي انكتب انا ما قلتش منه ولا حرف واحد. انت وافقتي على كده بشرط انك تقرا لي اللي هتكتبه. انا حاولت اقابلك، جيت لك كتير، حاولت بالتليفون ما قدرتش، اجلت نشر الحديث اسبوع بحاله مفيش فايده، وكنت حاطط امل كبير قوي على الموضوع ده. وادي النهايه، انا خلاص انتهيت. لا خلاص ولا حاجه، ما تكبرهاش، اعتبره درس صغير عشان تاني مره تكتب الحقيقه، وانا هعوض اللي راح. ازاي؟ انت هتفضل طول عمرك محرر صغير؟ انت لازم تاخد فرصتك. وانا سمعت ان المجلات الفنيه مشروع بيكسب، انا مستعديه امول وانت عليك الباقي، ايه رايك؟ حضرتك حضرتك بلاش بقى حضرتك، انا بتكلم جد. روح ادرس المشروع كويس ونقي الناس اللي هتشتغل معاك، وتعالى بكره اديلك شيك على بياض. انا عمري ما هنسى فضلك ده محمود، بس لازم، لا لازم تعرف قد ايه انا بعزك وبقدرك محمود. مش وقته، ما تضيعش وقتك، لسه قدامنا كتير، بس ضروري تيجي بكره. صباح الخير. صباح النور. ايه في ايه؟ زيزت مالها؟ بقالها شهر مختفية، محدش عارف لها سكة، ناس بتقول انها بقت مدمنة وناس بتقول انها انتحرت. يا ستي واحنا مالنا؟ دي صاحبتي. انا عمري ما كنت راضي على الصحوبية دي.
منه.